اكتمل الطريق وأصبح سالكا للعبور بعد أن كان قبل شهر من الآن غير متاح للسير فيه، ولم تكن هذه السيارة قادرة على الوصول إلى هذا المكان لعدم توفر طريق خاص بها هنا في أعالي منطقة سامد في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة. في هذه المنطقة القريبة من المعاناة والبعيدة عن المسؤولين، كان الناس يرسمون أحلامهم بحجم قسوة الطبيعة التي يعيشون فيها، وكل طموحهم أن تلتفت إليهم الجهات المعنية. وعندما لم يحدث ذلك، شقوا الطريق وأكملوا ربط منطقتهم بالمناطق المحيطة. بالنسبة للعمل الذي قمنا به إنشاء في هذا الطريق من فترة قبل 14، طبعاً توصيل الطريق من برحة سامد إلى العوالي الفرع الأول، ثم إلى اليماني الضرم الفرع الثاني، لتصل أول سيارة إلى هذه القرى المعلقة في أعالي الجبال، أملاً في تخفيف الكثير من المعاناة والمشاكل التي كانوا يعانون منها بسبب عدم توفر الطريق. كان يعني يتجاوز كل يوم ما بين 45 إلى 50 حامل للعمل. بدأ العمل من منطقة برحة، ثم استمر العمل متواصل حتى منطقة لكب. هذه منطقة تعتبر منطقة مشتركة. من منطقة لكب تفرع العمل إلى فرعين، فرع يتجه نحو العوالي يربط بشرف القاضي، والفرع الثاني من لكب وإلى اليماني وإلى منطقة الضرم. بجهود ذاتية ودون أي دعم استمرت المهمة، وبعد افتتاح الطريق ذهبوا لرصفها رغم كل الظروف. حققوا منجزا في قرى مناطق ريمة التي حرمت المواطنين من أبسط الخدمات نظرا لصعوبة التضاريس.